وكالعادة مارينا اف ام ومارينا تي في سعيدين بشراكتنا مع أرض المعارض، وطبعا كالعادة أختنا الغالية أم يوسف باسمة دهيم المدير التنفيذي لقسم التسويق والمبيعات. نرحب فيك في إذاعة المارينا بهالجو الحلو اللي يحمل هالمطر الطيب، إن شاء الله بشرة خير. هلا يا هلا مرحبا أبو يوسف. هلا شلونك؟ عساك بخير. الحمد لله بخير، يسلمك. مبدعين هالأيام يا أم يوسف. الحمد لله يا رب، إن شاء الله الأحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بوجودك مع فريق عملك الصراحة الجميل. بداية النبي يعني نتكلم عن معرض الذهب والمجوهرات العالمي 20، خلينا نتكلم أختي باسمة دهيم عن هذا المعرض. أول شيء نرحب فيكم إن شاء الله يا رب، كسنا نعود وياكم ونتكلم عن هذا المعرض، معرض ثاني إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. معرض الذهب والمجوهرات العالمي 20، هذا المعرض اليوم تم افتتاحه الحمد لله، راح يبدي معنا من اليوم من تاريخ 13، ينتهي معنا في تاريخ 18 ديسمبر في أرض المعارض الدولية في مشرف في صالة رقم 4 بمساحة 10,000 متر مربع. طبعا يشارك في المعرض شركات محلية وخليجية وعربية وعالمية، عدد الشركات المشاركة أكثر من 200 شركة. نعم، الدول اللي داشة في هذا المعرض كالعادة الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، لبنان، تركيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، تايلاند، سنغافورة، من كل قطر الدنيا على قولتهم. مشاركات عالمية مميزة، معتادين احنا على هذه المشاركات وقاعد تزداد. نعم زين. طبعا ما تكلمنا عن ساعات يعني افتتاح ابواب المعرض ومن متى لمتى. والله المعرض طبعا احنا دائما نعطي الناس في اريحيه، بالذات هذا المعرض خصوصيه المعرض، خلينا ساعات العمل في هذا المعرض متواصله، راح تبتدي من الساعه 11 صباحا حتى 9 مساء، الا يوم الجمعه من الثالثه عصرا حتى 10 مساء، لان شفنا من خلال تجربتنا السابقه ان يكون معرض على تسليم شويه يعني يخلص من نشاط التجاري للمعرض، والناس محتاجه لاكثر فتره اطول، خلينا ساعات متواصله عشان اساس ان الناس تاخذ راحتها في زيارة المعرض خلال هذه الفترة. زين أم يوسف، بس ولا على تمر، المعرض من متى لمتى؟ المعرض من 13 هو بدأ اليوم إلى 18، من 13 إلى 18 في صالة رقم 4 مساحة 10,000 متر مربع، أكثر من 200 شركة محلية وعالمية مشاركة في المعرض. تمام زين، شنو اللي عارضين الشركات؟ شنو العروض الموجوده؟ هذه تدرين معرض الذهب والمجوهرات معرض دائما يستقطب يعني الحضور والناس المهتمه في اقتناء مثل هذه الامور الثمينه. طبعا احنا اهم معروضات، طبعا معرض هي المجوهرات والمصوغات والساعات الثمينه من ذهب والماس واحجار كريمه وفضه. المعرض بس انا حبيت انوه ان المعرض الذهب بالذات هو المعرض الوحيد في ارض المعارض يتحول الى منطقه او حره خلال فتره المعرض، ويكون تحت اشراف ورعايه الاداره العامه للجمارك ووزارة التجارة هي إدارة المعادن الثمينة. خصوصية هذا المعرض في عملية البيع والشراء هي اللي أعطت التميز بين معارض الذهب والمجوهرات اللي تتم في العالم. الكويت هي الدولة الوحيدة اللي هي تتحول فيها الصالة إلى منطقة جمركية، هذا يعني أن المصوغات تطلع من المطار مباشرة إلى الصالة وأسعار تنافسية. ليش؟ لأنها المصوغات ما هي مجمركة قبل الشراء، فالأسعار اللي تعرض في المعرض تكون أسعار المصنع نفسه، تضاف إلى بعد أن تتم عملية الجمرك والختم اللي هي الضريبة الجمركية فقط. نعم، فهذا هذا كله يصب في صالح زوار المعرض. بالضبط، فهني تكون أسعار جدا مناسبة خلال فترة المعرض.
عادة أن يورو التجار المحليين ويشترون من التجار الدوليين هذا البضاعة، تنقل البضاعة بالسوق بأسعار أعلى في فرق السعر. نعم. فمحتاج أو يوده أن يستفيد من هذا التميز اللي يجي خلال فترة المعرض، لأن فعلا الأسعار تكون مميزة خلال فترة المعرض مثل ما قلنا، لأن تعرض أسعار المصنع وهذه الأسعار يدقق عليها من قبل إدارة عامة الجمارك، فقط بعد البيع تضاف إليها الضريبة الجمركية. ممتاز، عساك على القوة. إذا صالة أربعة ابتداء من اليوم ولغاية يوم 18 ديسمبر أبواب معرض الذهب والمجوهرات العالمي 20، يفتح أبوابه يوميا من 11 الصبح لغاية الساعة 9 مساء بلا توقف، ويوم الجمعة من الساعة 3 مساء وحتى 10 مساء فقط يوم الجمعة. أكثر من 200 شركة محلية وخليجية وعربية وعالمية يشاركون في أرض المعارض. هذا يعني الأسعار في أسعار مناسبة من المالك مباشرة من غير أي زيادة في الأسعار، وهي فرصة لزوار المعرض أنهم يأخذون جولة ويشوفون اللي يناسبهم ويأخذونه. باسم دهيم المدير التنفيذي لقسم التسويق والمبيعات في أرض المعارض، الله يعطيك الصحة والعافية. في شيء بعد حابة تقولينا قبل الختام؟ والله إحنا الحين نقول في شهر 12 نهاية السنة ومختزينها صراحة في معارض مميزة في أرض المعارض. أمس افتتحنا معرض مزدان، وطبعا هذا المعرض في سالة 5 و6 و7 وراح ينتهي إن شاء الله يوم السبت. طبعا معرض مزدان هو متخصص بالتصميمات الداخلية للبيوت، وأعتقد الكل وده أن يشوف هذا التميز. هذا معرض له طريقة خاصة في التميز في المعروضات اللي تعرض في هذا المعرض. واليوم فتحنا يمدحونه أم يوسف وايد المعرض، يعني احنا جدا راقي ولا سمعة محلية وعربية وعالمية، يعني حتى الجهات المشاركة من أرقى الشركات في الكويت اللي تعرض المنتجات الحديثة ل 2023، يعني دائما يعرضون الجديد والمتميز في هذا المعرض، ويناسب الكل من ديكورات مطابخ وانتيريال ديزاين تصاميم، شيء جدا جدا مميز. فننصح الناس ان يزور هذا المعرض المتميز اللي هو معرض الذهب. واليوم احنا فتحنا معرض الذهب والمجوهرات العالم 20، تكلمنا عنه بتفاصيله، وباكر ان شاء الله ندعوكم لزياره معرض الحج والعمره الخامس. هذا المعرض تحت رعايه وزاره الاوقاف. راح يشتمل المعرض من يوم 14 إلى 20 ديسمبر بإذن الله. المساحة أكثر من 2000 متر مربع، 40 حملة مشاركة في هذا المعرض. ممتاز. بالإضافة إلى شركات السفريات. هذا المعرض متخصص بالحج والعمرة. كل الحملات متواجدة في هذه الصالة، بدل ما يضيع وقت الحاج ويتخذ من منطقة لمنطقة، الحملات كلها متواجدة، يقدر يمرها ويزورها ويختار ويقارن ويختار اللي يناسبه من حيث السعر والخدمات. نعم، يعني في ختام السنة صراحة مجموعة من المعارض اللي تستاهل العنوة والزيارة في أرض المعارض بمشرف، في الصالات اللي ذكرتيها وموزعة فيها، يعني مثلا معرض مرزام، معرض الذهب والمجوهرات العالمي 20، معرض الحج والعمرة، يعني فرصة للناس خلال الأيام الجاية خصوصا تتزامن مع الويكند إجازة نهاية الأسبوع أنهم يروحون ويأخذون لهم لفة يشوفون هذه المعارض ويشوفون شو اللي يناسبهم. عساك على القوة يا أم يوسف. حياك الله بيوسف، ساعتك أبرك، مشكورة، قواك الله. يا هلا ومرحبا.